السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي تشوفوا معي واحد الفيديو من واحد البلاصة اللي سميتها طاغية بزاوية تحنصان الزيلاني، واللي مشهورة بممرها الأمازيغي باساج بيربير ومنحدراتها العالية اللي كتبعد على بني ملال واحد 147 كيلومتر. بني ملال ويزاخت كاينة 40، ومن ويزاخت لطاغية كاينة 107 كيلومتر. ملي كتوصل لواحد البلاصة تقريبا لطاغية كاين واحد العساس تما كتخلي الطوموبيل أو الموتور، كتزيد واحد 40 دقيقة أو 35 دقيقة باش توصل الدوار ديال طاغية. ومن طاغية للممر الأمازيغي أو باساج بيربير خاصك واحد 4 سوايع أليو روتور أو لا 3، كاين اللي كيدير 3 سوايع وكاين اللي كيدير 4 سوايع مشي وجي. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، واخا الطريق صعيب على الناس اللي ما كيتحركوش، المهم كاين ما يتشاف، كاين مناظر زوينه. دابا نخليكم مع هاد المناظر وبأغنية أمازيغية رائعه وفرجه ممتعه.
لا جيت